السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة اس بي شانيل. في هذا الفيديو غادي يكون فيديو تابع للفيديو اللي قبل منه ديال لي زابغيفياسيون. لي زابغيفياسيون هما الاختصارات. قلنا لي زابغيفياسيون هما دوك الحروف الاولين اللي كيكونوا من شي كلمه وكنختصروها، كنديروا غير حرف ولا جوج وكنديروا نقطه وحنا كنكونوا عارفين هم شنو كيعنيو. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوضحوا شنو كيعني دوك جوج حروف الاولى من كل كلمه. بطبيعة الحال غيكونوا غير الكلمات المعروفين او الكلمات الاكثر استعمال. كنتمنى ان الشرح ديالي يكون واضح. وغادي نبداو ملي نلقاو في ديكسيونير او تي او لا او اكسون تي يعني ات، فاحنا كنعنيو بها ايطاج. ايطاج اللي هو طابق، يعني طبقة بالدارجة، كنقولوا كتسكن في الطابق الخامس ولا في الطبقة الخامسة، يعني في ليطاج الخامس. او تي سي بوان اللي هي اكسيتيرا اللي كتعني لنا وما الى ذلك او لا الى اخره. او اكس بوان اكزامبل كتعني لنا اكزامبل اللي هي مثال. اكزيرس اكزيرس فهي كتعني لنا اكزيرسيس اللي هو تمرين، يقدر يكون تمرين رياضي او لا تمرين العادي ديال القرايه اللي كنعرفو كاملين. اف بوان هي فريغ كتعني لنا شقيق او لا اخ. فاك فاك هي فاكولتي، فاكولتي اللي كتعني لنا كليه. فيم فيم فيمينا اللي هو المؤنث، ماسكولا هو المذكر، فيمينا هو المؤنث. هنا عندنا فيم يعني فيمينا يعني المؤنث. فيف فيف فيفري فيفري اللي هو فبراير او لا شهر جوج. اف ار فرونسي فرونسي يعني فرنسي. فينغ هي فيغور اللي هي شكل. فين فين هي فينونس اللي هي مالية، كنقولوا لا لوا دو فينونس يعني قانون المالية. اما الى لقينا اف اي ان بوان فهنا كنقصدو بها فينونس. جين جين هي جينيرال اللي كتعني لنا عام، مثلا ديريكتور جينيرال مدير العام. غوف غوف غوفرنمون غوفرنمون اللي هي الحكومه. اش اش اور اور اللي هي ساعه. او او هي اوتور يعني ارتفاع. اب اب ابيتون اللي هو ساكن. بطبيعة الحال الاش دائما في الاول ما كتنطقش، ما كنقولوش هابيتون كنقولو ابيتون. ايد بوان هي ايدم، ايدم كتعني لو ميم اوتور، اللي كتكون عندنا شي قصة مثلا مكتوبة ديال واحد لوتور وكنكتبو ايدم يعني حتى ديك القصة الثانية راها ديال نفس لوتور. اولا كتكون عندنا كيستيون وكنديرو ايدم يعني نفس لا كيستيون. اي ان اف اي ان اف هي انفورماسيون، انفورماسيون هي معلومه. انفورم انفورم انفورماتيك اللي هي معلوميات. انفورماسيون معلومه، انفورماتيك معلوميات. ING. هي انجينيور، انجينيور اللي هو مهندس بطبيعة الحال. INT فاحنا كنعنيو بها انتيغي هو الفائدة. انترنات انترنات فاحنا كنعنيو بها انترناسيونال، انترناسيونال هي دولي. انترود انترود هي انترودكسيون اللي هي المقدمة. جي هي جور جور وكتعني لنا يوم. جونف
جونف هي جونفي اللي هو يناير او لا شهر واحد. او جو يعني جي او او فهي جودي، جودي اللي كتعني الخميس، يعني نهار الخميس. جوي، جوي هي جويي وهي يوليو او لا يوليوز اللي هو شهر سبعة. كذلك جور، جور فكتعني لنا جوريديك اي قانوني. كجي، كجي هي كيلوغرام، كيلوغرام هو الكيلوغرام او لو وحدة الكيلوغرام، هذه كنسمعوها كنقولوا 5 كيلو 6 كيلو، كنكتبوا غير 6 كجي بلاصه ما نكتبوا كيلوغرام كامله. كام و سلاش اش، هاد الخط اللي مايل كيتسمى سلاش. كام و سلاش اش فهي كيلومتر ا لور، كيلومتر ا لور يعني كيلومتر في الساعة. كنقولوا داك السيد كيتمشى ب 120، ما كيتعداهاش مثلا 120، فاحنا كنقصوا فيها 120 كيلومتر في الساعة. كدوبلفي اللي هي الكيلووات، كيلووات العربية طبيعة الحال تبقى وحدة القياس. ال، ال اللي هي ليتر، سواء لقينا ال صغيرة معها فاصلة ولا ال كبيرة معها بوان فكتعني لنا ليتر اللي هو لتر يعني لترو. لارج، لارج يعني لارجور اللي هي العرض. ليجيسل هي إما كنقصدو بها ليجيسلاسيون أو لا ليجيسلاتور يعني تشريع أو لا السلطة التشريعية. ليكس، ليكس اللي هو ليكسيك المعجم. ليف، ليف هو ليفغ اللي كيعني لنا كتاب يعني الكتاب. ليفغ، ليفغ ليفغيزون، ليفغيزون هو توصيل، مثلا كنقولوا ليفغيزون غراتويت يعني توصيل مجاني. الى لاحظتوا هنا بجوج ليف، ليفغ اما هنا ليفغ بلا ار وهنا ليفغ بلا ار، يعني الى لقينا غير ال اي في فاحنا كنعنيو ليفغ اللي هو الكتاب، اما الى لقينا ال اي في ار فاحنا كنعنيو ليفغيزون اللي هي توصيل ولا خدمة توصيل. لونغ، لونغ هي لونغور اللي هو طول. لان، لان هي لندي الاثنين يعني نهار اثنين. ام، ام موا اللي هو شهر. موا ما كيتكتبش ام او اي بوحدها ديال شهر، حيت ام او اي بوحدها كتعني موا اللي هي انا، ولكن هذه عندنا موا بالاس والاس موي ما كتنطقش، يعني الفرق ما بين موا انا وموا شهر هو الاس. الشهر كتكون فيه اس وانا ما كتكونش فيه، كتكون غير ام او اي. وموا كتكتب ام او اي اس ماشي ام او اي ان اس، ما كايناش الان كنشوفها بزاف ديال التعاليق. ماج، ماج ماجسكول، ماجسكول هي الاحرف الكبيره. ام او بوان هي مسيو، مسيو كتكتب مونسيور ولكن كتنطق مسيو، مسيو كيقولوا مسيو فلان مسيو فلان مسيو فلان يعني سيدي. ميل، ام دوزيل او، ام دوزيل او هي مادموزيل او لا مادموزيل كل واحد وكيفاش كنطقها، المهم مادموزيل هي انيسة. ام ام او هي مدام، مدام اللي كتعني سيدتي. ماغ، ماغ هي مغدي اللي كيعني لنا الثلاثاء يعني نهار الثلاث. ماسك، ماسك هي ماسكولا، ماسكولا مذكر. ماكس، ماكس ماكسيموم هو الاقصى، كنقولوا الماكسيموم ديال شي حاجه زعما التالي او لا الاقصى ديالها. مير، مير او بوان هي ميركودي يعني الاربعاء، نهار الاربعاء، الاربعاء كل واحد شنو كيقول، المهم الاربعاء. مين او بوان مينيموم، مينيموم يعني الحد الادنى، كيقولوا
مينيموم تكون ديك الخمسة دراهم شي حاجة مثلا بغينا نشريوها كيقولوا مينيموم يعني ما غاديش تهبط على خمسة دراهم على الأقل. ان او بوان نور، نور الشمال مثلا نقولوا طنجة جاية في النور يعني جاية في الشمال. ان و سلاش غيف هي نوت ريفيرونس اللي كتعني مرجعيتنا يعني المرجعية ديالنا. الى لقينا في شي ديكسيونير او في شي بحث مكتوبة ان و سلاش ريفيرونس فهنا كنعنيو ان المرجعية منين جبنا داك الهضرة اللي داك الدوسي او داك البحث راها منين جبناها ومنين جبناها. ان بي، ان بي نوتا بيني، نوتا بيني باللاتينية اللي كتعني نوتي بيان الفرنسية اللي كتعني بالعربية يرجى الملاحظة. كنلقاو في يمكن غير في شي اكزرسيس كنكتبو ان بي راه شنو هاشنو يعني بحال ملاحظة. ان فوق من هذيك الدوارة الصغيرة بوان هي نيميرو، نيميرو يعني ان ملي كتكون في هذيك الفوق ديك الدوارة الصغيرة بحال ديال دوغري فاحنا كنعنيو بها نيميرو اللي هو الرقم زعما النمرة. نوف بوان اد، نوف بوان اد او بوان نوفيل اديسيون، نوفيل اديسيون يعني طبعة جديدة، نوفيل هي جديدة والطبعة هي الاديسيون. نوف او بوان، نوف او بوان هي نوفمبر، نوفمبر يعني نوفمبر. ودابا غنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو، نتلاقاو في الجزء الثالث ان شاء الله ديال الاختصارات. كيف قلت لكم ما بغيتوش يجي طويل باش ما يكونش ممل. مع السلامة.